السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزفلة وانتو الموض، مساء الخير على الجميع، صحة رمضان الجميع، تصوموا بالصحة إن شاء الله. لا ليست دي 23 خرجت خوتي، التشكيلة تاع الفريق الوطني ولا 23 لاعب من اللي من المفروض يمثلوا فريقنا الوطني في كأس إفريقيا في الشهر المقبل في مصر قد تم تقديمها من طرف الناخب الوطني جمال بلماضي. هناك بالنسبة للمناصر البسيط انتقادات، ملاحظات، مفاجآت. قبل ما نعطي رأينا كمناصر الفريق الوطني، نعطيكم التشكيلة بوس بار بوس، يعني منصب بمنصب. هناك غيابات، هناك تغييرات جذرية تقريبا في وسط الميدان إذا تم نعلق عليها. كاين مفاجآت فيما يخص الخط الأمامي، فيما يخص حراسة المرمى ما نظنش. دونك في حراسة المرمى رايس مبولحي اللي راه في الجزائر منذ تقريبا أسبوع، نقص المنافسة، عودته من إصابة، دونك إلى أن بروغرام سبيسيفيك دو بريباراسيون. عز الدين دوخة اللي يلعب في نفس البطولة، وألكسندر أوكيجا اللي مرة أخرى يحقق الصعود للموسم التالي على التوالي مع فريقين مختلفين. دونك كان صعد مع فريق ستراسبور، وصعد هاد السنة مع فريق ماتس، وكان من بين أحسن الحراس في القسم الثاني. محمد فارس فيما يخص الدفاع، يوسف عطال اللي في ليكيب تيب تاع لو شامبيونات فرانس دو دي 1، الفريق المثالي فيما يخص البطولة الوطنية في القسم الأول. جمال بالعمري اللي كان أعطى وجه طيب وأظهر وجه طيب في المقابلة اللي ولا المقابلات اللي شارك فيها، دونك إلا أو أنكور لا كونفيونس دو كوتش ناسيونال. مهدي طهرات اللي يعود هو أيضا من إصابة، كان ليا يعني الشرف، جافي لا شونس دو 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 فوار دو سي ماتش دو باراج. ما تخفاش عليكم خوتي باللي يورا ماتش، لو ديرني ماتش اللي يلعبوا فريق لونس، يعني مع مسلوب ايضا من اجل الصعود الى البطوله الفرنسيه القسم الاول. دونك شفتوا انا في المقابله الاولى مع الباري اف سي وين كان حصن مانع وتفوقوا على الباري اف سي بضربات الجزاء، ثم هدف لصفر امام فريق تروا، بقي لهم مقابله اخيره، واذا فاز بها فريق لونس فيصعد الى القسم الاول. رفيق حليش رفيق التجربه، رفيق افريقيا، يعني معرفته للجو الافريقي وتجربته الكبيره مع الفريق الوطني، نظن باللي استنجد به بالماضي. إذا يكون عندنا مشكل في ليكيب تيب، يعني إذا كانت عندنا إصابات ولا كان عندنا في يعني في مقابلة ما يمكن يدرجوا ويستنجد به. رامي بن سيبايني اللي أحسن سنة بالنسبة لرامي بن سيبايني في مشواره الاحترافي ومشواره في البطولة الفرنسية، هو ومهدي زفان. ما تخفاش عليكم ايضا باللي فازوا على باريس سان جيرمان وتوجوا بكاس فرنسا، سجل اهداف يعني مهمه. نظن باللي لا مارج دو بروغريسيون تاع بن سيبايني منذ وصوله الى فرنسا كانت كبيره. نظن باللي تطور مستواه. زفان شفتوا ايضا في بعض المقابلات، نظن باللي مستوى ويمكن يقدم خدمات ايضا للفريق الوطني. عيسى مندي من احسن مدافعي الليغا، البطوله الاسبانيه، اللي كان هو ايضا في الفريق المثالي للبطوله الاسبانيه فيما يخص موسم 2018-2019. فيما يخص وسط الميدان، أخبار اللي يمكن ولا الأشياء اللي يمكن نلاحظها، أولا هو عدم استدعاء كل من تيذر وعدم استدعاء كل من بن طالب.
بنطلب مر هاد السنة بظروف صعبة، استغناء فريقه ومدربه في شالك نورفير مرتين، يعني داوه لا ريزيرف وعاقبوه مرتين متتاليتين، عنده مشاكل في الفريق تاعو. ربما الموسم المستوى اللي ظهر به مع الفريق الوطني، وماشي هو ماشي هو الوحيده، جو بونس كو بن طالب ايتي روكالي بار بالماضي بور دي نورم ولا بوكو دو اسباب كثيره. ما يمكنش واش نقول لكم خوتي، انا غادي في الاخير نقول لكم باللي لو سيليكسيونور ناسيونال جمال بلماضي اشوازي 23 جوار. احنا كمناصرين يمكن ننتقدو، يمكن دو اسومي يفا اسومي لي جون كي اون شوازي بلماضي دو اسومي. المناصر الجزائري افيك ميم لي الانتقادات بنوقفوا مع هذا الفريق، اذا اقصي واذا تحصل على نتائج ايجابيه نبقاو ننصروا هذا الفريق. المهم الناخب الوطني ما غاديش يتهرب وما يليقش يتهرب مسؤولياته في حالة النتائج الإيجابية ولا حالة النتائج السلبية. دونك تيدر نفس الشيء اختيارات المدرب. إذن تم استدعاء كل من هشام بوداوي اللي بور موا انايا سي ان بون جوار فينالمون جو لي في جوي، ولكن عاود نقول لكم الشامبيونان ناسيونال اللي فوسي لو نيفو دو شامبيونان ناسيونال اي لي فوسي طون جوجمون اي لي فوسي. حكمك على لاعب في بطولة الوطنية الجزائرية حاليا يكون حكم بعيد عن الحقيقة نورمالمون، مي سي لي شوا دو لونترينور. عند لهنا كديورة اللي بالنسبة ليا مفاجأة، يمكن شفت انا في بعض الصحف وبعض التعليقات على هذه التشكيلة يقول لك سي سون غاباري سي سون فيزيك اون افريك اكسيتيرا سا بورون سيرفيس كدي ورا جون دي دو انكليز سي لي شوا دو لونترينور اوسي اون فيرا اذا اصاب المدرب ولا لا. لي ساتيسفاكسيون دو سيت سيزون سفيان فيغولي اللي في واحد الانترفيو سمعتها انايا بعد التتويج بالبطوله كان قال لهم من بين احسن يعني من ميور سيزون ان طونك بروفيسيونيل. بورتون سيد لعب مع فالونس، سيد لعب لا ليغ دي شامبيون، لعب لوروبا ليغ، لاعب كرة القدم، لعب كأس العالم. قال لهم مون ميور ماتش مون ميور سيزون سي سيت اني لا، على حساب النتائج، فوز بالدوبلي يعني بكأس تركيا وببطولة تركيا وتحصله اولا على احسن لاعب في البطولة التركية وبطبيعة الحال في الفريق المثالي للبطولة التركية. مهدي عبيد نفس الشيء، إصابات، موسم صعب، مواسم صعبة، إصابات عديدة، ولكن عبيد on a pas de sentinelle. على بالكم بلي الفريق الوطني quand il veut jouer avec une ou deux sentinelles on n'avait pas. On a essayé de faire jouer Ben Taleb, on a essayé de faire jouer énormément de joueurs. Donc c'est un sentinelle et un milieu de terrain défensif de métier, un relieur de métier. Donc, تم الاستنجاد به. نظن بلي شيء إيجابي بالنسبة للفريق الوطني. إسماعيل بن نصر ميفيق ميغيزان أصعد مع فريق أمبولي وكان كان له يعني موسم صعب وسقط فريق بأمبولي. نظن بلي عنده اتصالات في فرق أخرى، نتمنى بلي ما يبقاش في البطولة القسم الثاني الإيطالية ويروح البطولة البريمير ليغ ولا يروح لألمانيا. نظن بلي شي جميل. بالقبلة من أحسن لاعبين في القسم الثاني الفرنسي، موسم رائع جدا بالنسبة ليه في القسم الثاني. نظن بلي جا واحد يا كلكو زاني ومن بعد اختفى عن تشكيلة الفرق الوطنية. نظن بلي سوف نكتشف اذا لعب هذا اللاعب ولا شارك في مباريات، سوف نكتشف مردوده فيما يخص الفريق الوطني. فيما يخص القاطره الاماميه غياب بالفوديل اخبار تقول باللي
راهو مصاب، اخبار تقول باللي خيارات المدرب، استدعاء اسلام سليماني اللي بالنسبه لي انايا هذاك هو النقطه السوداء. اسلام سليماني ما لعبش مباراه منذ فيفري 2019، اسلام سليماني ما لعبش مباريات كثيره منذ 3 سنوات. اسلام سليماني اغاتي سون باساج في ليستر، اراتي سون باساج في نيوكاسل، إلى راتي سا سيزون تركي. مستوى تاع سليماني والاهداف اللي كان يسجلها هذه 3 4 سنوات ما شفناهاش، دونك شيء غريب. ولكن تبقى ايضا اختيارات المدرب، دونك لو سيليكسيونور دو اسومي سي شوا. يوسف بليلي اللي يلعب نهائي الثاني بالنسبه ليه فيما يخص كاس افريقيا، لا ليغ دي شامبيون افريكان. تكنيكمون كوني بليلي، اون فا فوار سو كو بو ابورتي بليلي. بغداد بونجاح نظن باللي المرشح الاول لقياده القاطره يعني الهجوم تاع الفريق الوطني. ياسين ابراهيمي اللي هاد السنه خسر نهائي الكاس و ما تحصلش على البطوله، راه نورمالمون بارطون من عند لو اف سي بورتو، دونك يفو ايسيي دو يفو با رونوفلي، يفو الي فوار اوتر شوز. يا توجور ايفرتون كي كور ديري لوي دوبي 2 أو 3 سنين، يا اوسي فينرباتشي الانتر ميلان. دوت فاسون بوكو دو رومور سيركول سور سون افونير. Faudra qu'il réussisse une très très bonne Coupe d'Afrique. هذا الشيء يعني متوقف على مشاركة إيجابية بالنسبة للفريق الوطني. رياض محرز الغزال الجزائري اللي كانت عنده أيضا une saison assez difficile mais avec un triplé deux coupes يعني coupe de la Ligue Carling Cup et le championnat de Premier League. نظن باللي وجوده في هذا الكان وظهوره بمستوى جيد يمكن يساعد الفريق الوطني على التألق. آدم والناس نفس الشيء، une saison assez difficile، la confiance d'Ancelotti فيه ما كانتش كبيرة، دار مقابلات جيدة ولكن ما لعبش مقابلات كثيرة. سي ان اتاكون اللي كي تشوفو تتمتع، سي ان فوغو، سي ان فونسور، سي كالكان كي بو كريي دي زوكازيون، ان اكسيلون دريبلور، ان اكسيلون تكنيسيان تري رابيد، دونك جو بونس كي بو ابورتي ان بلوس ا نوتر ايكيب ناسيونال. حوصله على حساب روانا، يا دي جوار كي اون ايتي كارتي، لاعبين تم الاستغناء عنهم، كاين لاعبين تم استدعائهم وما عندهمش مقابلات كثيره في ارجلهم ومنذ سنوات. كاين اختيارات قام بها المدرب الوطني فيما يخص الدفاع، فيما يخص وسط الميدان، وفيما يخص الهجوم. على جمال بلماضي ك il a dit souvent dans ses conférences de presse ou et ses interviews qui sont rares، قال لهم بلي moi je prends mes responsabilités. J'espère qu'il y aura تلاحم بين 23 لاعب من اجل تقديم كاس افريقيا تشرف الجزائر. ماذا بينا ونتمناو باش نستاجو يعني نجتازو الدور الاول ديجا باسكو اوني دون ان جروب كي برونابل. ما غادي نشوفوا الفريق الوطني تاعنا في مقابلتين وديتين، نظن باللي الوقت قصير، نظن باللي رانا ما نعرفش عارفين وين راه واصل الفريق الوطني بارابور او ديرني ماتش. راكم شفتوا اون ايتي با كونتون، ما كناش ساتيسفي دو روندمون ميم افيك لي تونيزيان، لو ماتش اميكال افيك لي تونيزيان واش باغي نقول لك بتير بولات، لي ديرني ماتش دو كاليفيكاتيف بتير بولات. Donc on n'a pas un fond de jeu, on n'a pas une identité de jeu. Donc il y a eu encore des changements. On a pas choix de kibir, hein? Pour tout le monde, l'Afrique est arrivée à l'Abouab. Gadi, il y a eu les joueurs dans Sidi Moussa, le 4 juin, il y a eu le Tarabous le premier, puis il y a eu le Qatar, et après, il y a eu le Moubachara à la Masr, ponctué par 2 matchs amicaux. Donc, il y a eu le Mounassar al-Jazairi, il y a eu une idée sur le niveau تاع
هاد ليكيب ناسيونال توت فاسون لو نيفو تاعنا دوك نعرفوه مع بداية وخاصة مع خروجنا أو بقائنا في هاد المنافسة. أندي دولور ني با لا، يا بلان دو جوار كي نو سون با لا. في غولي أندي دولور، أندي دولور خوتي الجنسية الرياضية كنت أنا درتها في لاباج يوتيوب، درت أمتي بوست في لاباج فيسبوك، درت أمتي بوست قلت لكم نهار اللي تحصل على دفع الباسبور تاعكم، قلت بلي الجنسية الجزائرية حاجة والجنسية الرياضية حاجة. الجنسية الرياضية إذا كان هناك الناس تاع بكري المكتب السابق روراوة وجماعة، كان بالغ في 15-20 جور يجيبوا له الجنسية الرياضية، باسكو يفو ديبوزي ان دوسي، تجتمع الهيئة المختصة في الفيفا وتعطيه لو فوفور باش يتقمص الألوان الوطنية، لأنه تقمص في لي U17 ولا لي U20 تقمص الألوان الفرنسية. انسان كان يمكن يفيد الفريق الوطني في مكان سليماني، سي بالفوديل كيل سوا بليسي او نو اوري تي ابلي il aurait peut-être rendu de meilleurs services à l'équipe nationale. Donc بالنسبه لي انا وجود سليماني في هذه التشكيله شيء غريب جدا، هذا ما كان، هذا هو اللي كان مناصرين. دونك اون دي دولور ميم اون 20 جور يمكن يل انتغر لا بريباراسيون وتستنى سا كاليفيكاسيون، مي يفالي دوني التشكيله للكاف باش تشارك في الكاس الافريقيه، تعطيها من قبل، دونك تعطيها في لا ليست لارجي با دوني ان نو alors qu'il n'a pas la nationalité sportive. دونك تواجد اوندي دولور كان دو 50-50، اي جو بونس كو هافيك التشكيله سي كو الدوسي تاعو موجودش. مناصري الفريق الوطني، كاس افريقيا هذه ما يليقش تنتظروا حاجه، كي نقول لكم ما يليقش تنتظروا حاجه، لاول مره راه عندنا لاعبين، اون ا دي جوار بور موا لا ليست على ديفونس مع غياب غلام، نتاسفوا لذلك، رفض بليسي فيدراليه الواقع يفرض عليك تتعامل مع التشكيله اللي عندك على حسب التشكيله اللي راهي عندنا. كونسيرنون لو كومبارتيمون ديفونسيف دونك تو سكي gardien de but et la défense, je pense qu'on a les joueurs qu'il faut, avec le regret de ne pas avoir Roulin. Le milieu terrain, le sélectionneur a fait ses choix. Dar ikhtiyarat. Houa yethamel mas'ouliyatou. Walakin, je vois bien Ben Nasser, Abid, Feghouli, même Boudaoui peut apporter un plus. On va voir son niveau dans une compétition elle est de haut niveau. Firq l'Afriqiya ma bqach dhaif ou l'moutwassat. Toutes les équipes se valent. Ça se joue en Égypte, l'arbitrage, le Kaoulassa, le Masr, Sarwa. Donc c'est un peu. Belkabla, ça va être une découverte pour nous. Concernant le compartiment offensif, je pense que Tawajoud Bounjah, Tawajoud Yassine Brahimi, Mahrez, Wounes et même Youssef Blayli, Pens Balina, c'est pas aussi catastrophique que ça. Après, باش يكون عندك مردود يليق ان كويزيون تو تو لي كومبارتيمون، يليق ليكيب بيان بريسيز لي سيليكسيونيها في الفي دو ماتش بالماضي تكون المناسبه ضد المنافس الموجود. واش يطلب المناصر هو لو مواج دو تريكو، اليد في اليد، والمناصر الجزائري عنده الحق. نعاود نقولها لكم في نهايه الفيديو تاعي باش ينتقد، باش يغضب، باش يديسيدي ما يناصر شويه، مي فو ليسي سيت ايكيب ترافاي اون بي او موان دو سمان ا تروا سمان، اي ابري تنحاو كاع يتنحاو كاع، نرضاو عليهم سيت فاسون، هي النتيجه اللي تتكلم على نفسها. هذا ما كان. مسلم عليكم بزاف خوتي، ازول فلا وانتو الموند، اي لا بروشين، سلام.